Dimulai dari ayat 78 dan seterusnya. Pada halaman 379 dengan paket lagu 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Thank you.
الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أشد قوة وآثارا في الأرض وأشد قوة وآثارا في الأرض فما
فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. ارحمنا بالقرآن.